من الأشياء الجديدة في العالم والطريفة واللطيفة إنه دلوقتي بقى في حاجة اسمها سياحة الفضاء. يعني مثلا حضرتك إحنا هنا لما الواحد يرزع يروح الساحل يقول لك أنا رحت الساحل، لا بقى في دلوقتي في ناس تروح الفضاء غير رواد الفضاء، في سياحة الفضاء. يعني إحنا يذهب العالم إلى الفضاء من الستينات وينزل فوق القمر ويتنطط وكل حاجة، دول رواد فضاء. الآن النقلة الجديدة أنه في شركات في أمريكا وفي دول أخرى تتيح أنه مواطن عايز يزور الفضاء، عايز أطلع أزور الفضاء، عايزين ناخد ناس نطلعهم مع بعض الفضاء، يعني في جولات حول الكرة الأرضية مثلا أو كده. بقى في ده بقالنا يومين ثلاثة اسم شابة مصرية إنها هتكون أول فتاة مصرية تزور الفضاء. يعني هي هتطلع من الناس اللي بتطلع في هذه الرحلات الفضائية، شابة مصرية. معانا سارة صبري، أول فتاة مصرية هتزور الفضاء. أهلا سارة، إزيك؟ شكرا قوي قوي يا أستاذ عمرو، أنا بجد مبسوطة قوي إن أنا أكون موجودة معاكم. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ أنا كنت عايزة أوضح حتة إنه في كذا نوع رائد فضاء، عشان دي طبعا حاجة الناس كتير قوي بنتكلم عليها على السوشيال ميديا وكده، فأنا كنت حابة إن أنا أوضح إنه في كذا نوع رائد فضاء. فإحنا عندنا طبعا رائد فضاء بتاع الحكومة اللي إحنا عارفينه على طول مع ناسا وإسا والكلام ده. بعد كده عندنا رائد فضاء التجاري اللي هو بيشتري تذكرته عشان يروح الفضاء، ده اللي هو بيزورها، يعني اللي هو بيشتري تذكرته بيروح. بعد كده عندنا رواد الفضاء اللي هي مواطنين، اللي هو حد مش من ضمن الحكومة ومش شاري تذكرته وبس بيروح بهدف علمي معين عشان الفضاء، عشان يعمل حاجة معينة. أنا كنت حابة بس أوضح الحاجات دي. بس ده بيتقال عليه برضو رائد فضاء، يعني زيه زي الأولاني اللي بياخد تدريبات بقى لسنوات ومش يعني، هل هي نفس الحكاية ولا ده حاجة وده حاجة؟ لا ده حاجة وده حاجة، ده رائد فضاء من المواطنين وده رائد فضاء من الحكومة، ودي حاجة ودي حاجة. يعني بتاع الحكومة ده بيتدرب كذا، يعني ممكن يدرب سنة أو أكتر وبيكون تدريبات أكتر بكتير قوي، بس مع مثلا الرحلة اللي أنا هروحها دي بتاعت المواطنين بتكون رحلة أقصر وبتكون تدريباتها مختلفة تماما، ففي فرق ما بين الاثنين. طيب هم ليه اختاروكي أو ولا أنت اللي قدمتي؟ أنا قدمت، بس دي حاجة من الناس في المجال بتاعي كلنا بنقدم على حاجات كتير على طول، ودي طبعا حاجة يعني أنا ما كنتش متوقعها خالص، بس هم اختاروني عشان هو الـ 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 البرنامج ده هو برنامج اسمه فضاء من أجل الإنسانية، فاللي هم بيحاولوا يعملوه إن هم يعني بيختاروا حد عنده مهارات قيادية في مجال الفضاء، وانه محتاج رائد الفضاء اللي هو مواطني ده يكون يلتزم في استفادة من التجربة دي من أجل الصلاح العام. طب وانت المفروض تجربتك ايه وحتسافري امتى وحتعملي ايه؟ هي تجربتي هي تبع الفضاء من أجل الإنسانية، وانا هسافر قريب، وهما هينشروا طبعا اليوم هيتنشر يعني قريب، وهي يعني المؤسسة اللي هي بتاعت الفضاء من أجل الإنسانية اللي هي Space for Humanity دي، هي متخصصة إن هي توسع الفرص الوصول إلى الفضاء للناس اللي زيي اللي هي ما كانش عندها فرص أو يعني وصولها يعني. طب أنت لما تطلعي فوق هتعملي إيه؟ لما أطلع لفوق هو بتكون حاجة قصيرة قوي، فإحنا بنطلع هي الرحلة كلها 11 دقيقة وبنطلع وبيحصل حاجة اسمها دقيقة واحدة 11 دقيقة من أول ما تطلعي من هنا لغاية فوق، ولا هتقعدي 11 دقيقة فوق؟ لا، من أول ما يطلع من الأرض لحد ما ننزل تاني بتكون 11 دقيقة، فإحنا بنكون 3 دقايق عندنا نحن نبص على الأرض منها. فهي اللي بيحصل نحن لما نيجي نبص على الأرض دي بيحصل حاجة اسمها تجربة تأثير النظرة العامة، وده في السنين اللي فاتت لاحظوا العلماء انه في تاثير بيحصل في المخ البني ادم لما بيبص على الارض من الفضاء، وده اللي بيحصل ان احنا بنشوف مش بنشوف الخطوط اللي على الخريطه اللي بتفرق كل بلد دي، بس لكن ان احنا بنشوف الارض ككائن واحد.
طب ايه الصفات الجسمانيه اللي بيحتاجوها في اللي يطلع؟ اكيد طبعا مش اي حد، لازم يكون فيت، لازم يكون طبيا كويس، لانه دي يعني الاندفاع بتاع الصاروخ ده والخروج من المجال الجوي والوصول للفضاء والعوده مره اخرى محتاج صفات جسمانيه معينه يعني. طبعا يعني احنا اللي بيعملوه ان احنا قبل ما نطلع نحن بنعمل تجربات كتيره على الجسم طبعا، ان احنا بنتدرب ازاي الاحساس هيكون عامل ازاي، يعني بنعمل زي سيميليشن وبنجرب ان احنا بنقدر الجاذبيه طبعا على الجسم الانسان، انه يعني عشان لو في حاجه مثلا ان احنا القلب مثلا ما يقدرش يستحملها او حاجه ان احنا ما نقدرش طبعا نروح على يعني ما نقدرش نعمل الرحله. فبس هي يعني دلوقتي احنا في يعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي انه الحاجات كتيره قوي معموله اوتوميتد، يعني احنا مش محتاجين ان احنا نقعد يبقى عندنا التجربات ونحن التريننج اللي كان مكتوب عندنا زمان. احنا الموضوع بيتغير دلوقتي انه احنا عندنا كمان ناس كبيره في السن طلعوا بالطريقه دي، يعني ناس يعني احنا عندنا غالبا في واحده كانت مش فاكره بالظبط انها بس ما بين 70 و 80 سنه بيطلعوا الفضاء بالطريقه دي. طب معلش علشان انا برضو من الجيل القديم يعني، وانت اكيد من الزد جنريشن ومن يعني من الجنريشن الصغير، هتقعدي 3 دقايق تعملي ايه؟ يعني تطلعي في 3 دقايق فيقولوا لك دي الارض فتبصي عليها وترجعي؟ يعني دي التجربه دي معلش انا مش قادر افهم برضو بتعمل ايه او بتساهم في ايه او بتساعد ازاي؟ حلو قوي السؤال ده، عشان هي دي التجربه اللي بتحصل دي هي اللي احنا عايز بنحاول نوصل له. البروجرام اللي هو بيحاول يعمله ده اللي هي اللي انا مقدمه له اللي هم اختاروني من ضمن الالفات يعني في العالم، انه احنا اللي بيحصل الاوفر فيو افكت ده هو بيغير بيعمل تاثير على النظره وبيخلينا ان احنا يكون عندنا يعني اختلافات في احنا ازاي ممكن نتعامل بالمشاكل اللي عندنا على الارض. فاحنا بنمر بتريننج قبل يعني الثلاث دقايق دول يغيروا وجهه نظرك للمشاكل اللي في الارض لان هم بالضبط من الفضاء. فاللي احنا نعمله كمان تبع البروجرام ده ان هم بيدوني تريننج قبل وتريننج بعد. القبل بيحضرني انا ازاي استفيد من الثلاث دقايق دول، وتريننج بعد بيكون شهر ازاي ان انا استعمل الحاجات اللي انا يعني ازاي ان انا استعمل تولز معينه ان انا اطبق الحاجات اللي اتعلمتها على الارض، وان انا فعلا اعمل يعني احل شويه يعني احل من المشاكل الموجوده على الارض. طب معلش انا من جيل ابولو، بترجعوا ازاي بقى؟ بترجعوا في كبسوله زي ابولو كده وتنزل في الميه ويجيبوكوا، ولا بيرجعوا ازاي دلوقتي؟ الطريقه الجديده ايه؟ بننزل بكبسوله بالباراشوت في الـ برضو في الـ دي محتاجه يعني حد، لانها مساله خطر مش سهله يعني مش بسيطه يعني. لا هي طبعا هو احنا دلوقتي هي النيو شيبرد هي السبيس كرافت اللي هي عملوها دي هتكون رقم 22، يعني هم عملوا الرحله دي 22 مره والسنه دي هتكون غالبا سادس مره. و هي بتكون يعني هما طبعا بيعملوا يعني تجربات كتير قوي، بيشوفوا طبعا هي كل حاجه امنه وكل حاجه شغاله كويس طبعا، ولو في اي حاجه يعني نقطه صغيره مش شغاله كويس طبعا بيوقفوا طبعا ومش هنطلع. فهو طبعا يعني يعني مش حاجه سهله وطبعا يعني مش حاجه اللي هو الواحد. معلش انا عندي اسئله كتير لانه موضوع مثير جدا. انت هيبقى معاكي حد وانت طالعه ولا يعني لوحدك؟ هيبقى معاكي ركاب تانيين؟ عددكم قد ايه؟ احنا هنكون 6 وانا واحده من الـ6، واحنا هنكون بنتين والباقيين كلهم رجاله. جنسياتهم مختلفه بقى طبعا. احنا كلنا جنسيات مختلفه، هم معظمهم امريكانيين وفي واحد من البرتغال، هو هيكون اول واحد من البرتغال يطلع الفضاء برضه. طيب معلش سؤال يبدو تافه يعني، انتوا بتاخدوا معاكم اكل وشرب وحاجات كده يعني سندوتشات بتاع يعني لانش بوكس صغير كنز حاجات يعني، ولا دي بتبقى القعده عامله ازاي؟ للاسف لا هي قصيره فاحنا مش بنلحق خالص، احنا يعني يا دوب بنروح وفعلا لازم نستعمل الثلاث دقائق دول. يعني انا ليا تدريب لكذا اسبوع يعني ليا تدريب. دي سرعه ايه دي؟ اللي الصاروخ اللي يطلع من الارض ويصل الى خارج المجال الجوي في 11 دقيقه، دي سرعه ايه دي؟ هي اقل من 11 دقيقه كمان، يعني هي 11 دقيقه من ساعه ما نطلع لحد ما ننزل تاني.
هي بسرعة قوي قوي طبعا، هي بسرعة وبعد كده نقعد هناك 3 دقايق وننزل تاني. يعني هي يعني الموضوع هو بيطلع وبعد كده عشان احنا لو بنطلع بره الكومن لاين اللي هو الخط اللي هو بيفرق ما بين اللي هو يعني اللي بعدين ما بقاش فيه جاذبية خلاص. اه بالظبط، واللي هو بيبتدي بقى الفضاء من عنده وبنقعد هناك 3 دقايق، وهو في الثلاث دقايق بنبتدي ننزل شوية 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 الأرض تاني. وهي التذكرة بقت بكام دلوقتي؟ في ظل ارتفاع الأسعار اللي احنا فيه ده يعني. يعني انا ما اعرفش صراحه، عشان انا يعني هم الفضاء من اجل الانسانيه الشركه دي هي اللي عملي سبونسر، فانا ما اعرفش صراحه التذكره كام. ساره انت بتشتغلي ايه؟ انا عملت بكالوريوس في هندسه ميكانيكا في الجامعه الامريكيه في القاهره، وبعد كده عملت ماجستير في هندسة طبية في إيطاليا، ودلوقتي في شهر 8 إن شاء الله هبتدي الدكتوراه في هندسة في الـ الأوروبية. نسيت الكلمة دلوقتي. يعني الواحد لما يجي يتجوزك دلوقتي تقول له خد بالك إنه أنا رحت الفضاء، يعني العروسة راحت الفضاء ورجعت مش كده؟ مش عارف. سارة صبري أول فتاة مصرية تزور الفضاء، أما ترجعي بقى إن شاء الله. يعني المفروض الرحلة إمتى؟ يعني آخر السنة دي، كمان شهر، كمان شهرين؟ هتبقى قريب، فهم هينشروا الخبر لليوم بالضبط إمتى هيطلع قريب. طبعاً الرحلة هتكون أنا هنتابع معاكي، واعملي لنا باي باي من فوق وكده وسلمي على مصر. أنت أهلاوية ولا زملكاوية يا سارة؟ أنا فضائية. نفسي أديكي علم نادي الزمالك معاكي، اطلعي فوق، أنت فضائية. شكرا سارة صبري، شكرا لك.